جنوب أفريقيا ورج عثمان الزعيم الراحل نيلسون مانديلا الثرى خلال جنازة رسمية يوم الأحد بمسقط رأسه في مدينة كونو، لتسدل الستار عن مرحلة هامة في تاريخها المضطرب وتستهل مرحلة جديدة تكتشف خلالها إذا كان النظام الديمقراطي متعدد الأعراق الذي أسسه مانديلا يستطيع الاستمرار دون أحد ركائزه. وجمعت المراسم الجنائزية لمانديلا الحائز جائزة نوبل للسلام بين المراسم العسكرية وطقوس الدفن التقليدية لقبيلته. وخرج نعش مانديلا من المنزل على عربة مدفع، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ونقل النعش المغطى بعلم جنوب إفريقيا إلى خيمة كبيرة، ودخل خلفه حفيد مانديلا ووريثه مانديلا ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، وبدأت المراسم بالنشيد الوطني لجنوب إفريقيا. وحضر الجنازة نحو 4500 ضيف من أقاربه وكبار المسؤولين في جنوب إفريقيا، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، والناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان جيسي جاكسون، والمذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري. وشارك في وداع مانديلا رفيقه في مكافحة الفصل العنصري كبير أساقفة جنوب إفريقيا المتقاعد ديزموند توتو، وأيضا حضر مراسم الجنازة صديقه المقرب ورفيق كفاحه أحمد كاترادا الذي تمت محاكمته مع مانديلا عام 1964 وقضى 18 عاما بالسجن. اليوم اختلط الحزن بالفخر الكبير أن واحدا منا خلال حياته وأيضا مماته وحد شعب جنوب إفريقيا والعالم بأسره. لم نشهد شيئا مثل هذا من قبل على مدى التاريخ. وتوفي مانديلا أو مديبا في 5 ديسمبر الجاري عن 95 عاما. ونظمت جنوب أفريقيا مراسم تأبين دامت أسبوعا لأول رئيس أسود لجنوب إفريقيا، وألقى ما يصل إلى 100,000 شخص نظرة الوداع على مانديلا في مبنى مقر الحكومة في بريتوريا، وهو المكان نفسه الذي شهد تنصيبه عام 1994. رحاب علاء، رويترز.